مساء الخير. ارتدى فراغ الجمهورية ثياب العيد وكان ضيفا على صلاة الفطر عبر أئمة المساجد. دعوات فجر العيد لانتخاب رئيس للجمهورية جاء بعضها مصحوبا بمواصفات موازية لرئيس حكومة العهد، بحيث اعتبرت دار الفتوى أن مقام الرئاسة الثالثة لا يقل شأنا عن مقام رئاسة الجمهورية والمجلس النيابي. وبهذه المطالبة بدا أن الرئاسة الأولى وضعت على قائمة التشريح عربيا ودوليا، بعيدا عن سيوف العقوبات والفيتوات على الأسماء المطروحة وفي مقدمها رئيس تيار المردى سليمان فرنجي. وينتظر أن يقدم فرنجي من جانبه تطمينات شفهية على نقاط شكلت قلقا خليجيا، وهو سيشرح مقاربته للمعالجة في اللقاء مع الجديد مساء الأربعاء المقبل. وتؤكد أجواء بنشعي أنه سيحمل أجوبة للمستقبل رئاسيا، وأن فرنجي قد بدأ بالفعل حركة تواصل سياسي غير معلنة. لا يذهب فرنجي بعيدا في التفاؤل، وليس على برنامجه المستقبلي سياسة الاستعداء، وهو يبدي تجاوبا مع تمنيات البطريرك الراعي في التلاقي مع الأفرقاء المسيحيين. أما في الرحلة إلى القصر فما تزال دونها عدة شغل ومراحل لا يريد حرقها. ورئاسيا لكن على ضفاف الجبال، فإن رئيس الحزب التقدمي وليد جملاط بلغ جدارا مسدودا مع الترشيحات وقال: لن أقوم بعد الآن بترشيح أحد، لأنني في كل مرة أفعل ذلك أواجه معارضة من حلفائي، بما في ذلك القوات اللبنانية وكذلك من قوى التغيير المتعنتة. وأضاف ساخرا: إن هناك أسماء كبيرة مدعوة حاليا إلى واشنطن وبروكسل في محاولة منهم لتغيير مسار التاريخ. وكازينو الرئاسة لا يزال مفتوحا على كل ألعاب الميسر السياسي إلى أن تستوي التسوية. أما في كازينو لبنان فقد وضع رئيس هيئة الشراء العام جون العلي الحد بسيف من العقوبات، وحذر إدارة الكازينو من أنها في حال عدم التقيد بالموجبات القانونية ستجد نفسها مضطرة إلى الطلب من ديوان المحاسبة تغريمها بالحد الأقصى من الغرامات المالية، بالإضافة إلى ممارسة حقها في اللجوء إلى المراجعات القضائية. وهذه العقوبات بحسب العلية ستكون عبر غرامات مالية ستفرض على إدارة الكازينو، وفي حال لم تستجب فإن الحساب سيكبر. وفي الحسابات المالية والمصرفية على فرع قضائي فرنسي، فإن الادعاء الباريسي سيعاود حركة استجواباته في بيروت اعتبارا من 25 من نيسان الحالي. وفي معلومات الجديد أن الأسماء تتوزع بين مشتبه به وشاهد، وتستمر المساءلة حتى 5 من أيار المقبل. وفي المعلومات أيضا أن محكمة استئناف باريس راسلت القضاء اللبناني وقدمت طلبا لمثول حاكم مصرف لبنان لديها في 16 من أيار، وأرفقت طلبها بلائحة اتهامات موقعة من القاضية أود بيريسي نائبة رئيس محكمة الاستئناف في باريس. واللافت أن أود بيريسي وقبل أن تصل إلى بيروت أوفدت أحكامها مسبقا، وقررت بمعزل عن الاستماع إلى رأي الشهود والمتهمين الوصول إلى خلاصات حكمية واستنتاجات افتراضية على المعنيين بملف شركة فوري. وفي الاطلاع على اللائحة يتضح أن عددا من الأسئلة والاتهامات سبق وأن وجهتها القاضية الفرنسية إلى الشهود والمستمع إليهم اللبنانيين، ولما سئلت عن مستندات وأدلة توثق اتهاماتها فإنها كانت تستعين بأوراق مسحوبة من أقوال الصحف. وتتهم اللائحة الفرنسية حاكم مصرف لبنان بالتزوير وغسيل الأموال وتحقيق الثروات وتراكمها من دون الأخذ بمستندات سلامة والتي أظهر فيها مصادر ثروته.